لماذا دائما الصحفي يدفع الثمن؟ لماذا دائما الصحفي عندما ينقل الحقيقة كما هي يدفع الثمن؟ لماذا عندما نقف رغم أن الصحافة تعلمنا الحيادية ولكن ننقل الصورة كما هي، لماذا ندفع الثمن؟ شكرا زملائي، أرجو فقط أن أكمل الفكرة. لماذا دائما الصحفي عندما يكون جريء وينقل الحقيقة والصورة، هناك حراك، هناك بالطبع صورة حقيقية لابد من إظهارها، فتعرضنا إلى ضغط رهيب على الشروق، مجمع الشروق، لأننا لا أقول وقفنا مع الشعب الجزائري ولكن نقلنا الصورة الحقيقية كما هي، وهذا هو دور الإعلام الجزائري. لماذا لسنا نحن أحرار؟ لماذا دفعنا الثمن، ضريبة غالية، لأننا نقلنا هذه الصورة حتى توصلوا، هذا سؤال نوجه ضيوف الكرام، توصل صحفيين الشروق خلينا نقولها بصراحة ما يخلصوش 5 أشهر. يعني هناك عندي زملاء وزميلات عندهم عائلات وعندهم يعني وضغط نفسي رهيب، رغم ذلك ما زلنا مستمرون لأننا حملنا راية الإعلام، اخترنا هذه المهنة النبيلة. هناك من ينتظر منك فقط الهاتف كي ترد عليه لينقل لك الانشغال باش انت تحل المشكلة، خلينا نكون صريح في الأسئلة تاعي، ولما تكون انت ما تنقلش هذه هي المعلومات بأمانة تتعرض لضغوطات، يقول لك لا ما تهضرش وتسكت وما يهمكش، انا نعرف الوزير وانا نعرف الوزارة الفلانية، انا شخصيا وقفت مع الأطباء وانا مسؤول عن كلامي بالطبع، نشهد بذلك. ولكن للأسف الشديد تعرضنا لضغط رهيب حتى هددنا بالقتل. والآن مجمع الشروق ككل 5 شهور صحفيين ما يخلصوش، لي بي بي تنحاو، تعرضنا. لماذا؟ لماذا الصحافة الآن في الجزائر وصل حالها الآن؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.